حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. هل سمعت عن ملاك ميكانيكي وملاك عبد الفتاح وعبد المغلق وعبد الشافي وعبد المهلك؟ هذا ما سنشاهده. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء بكل رسالة نتلقاها من المشاهدين، بنكون سعداء. أرجو أن تتواصلوا معنا أحبائي المشاهدين بكل الطرق، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب أو على الفيسبوك. ارسل لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة قرأتها عشان الفايدة تعم ونتبارك بيها وتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة قصة رائعة جميلة، ويمكن في المقدمة سمعت عن الملائكة والملاك الميكانيكي، فقصتنا النهاردة بعنوان الملاك الميكانيكي. وهذه القصة الحقيقية كتبها لنا خادم الرب الحبيب على قلبي جدا جدا وعلى قلوب كثير من المشاهدين، خادم الرب المبارك الأخ سمير وهبة. وناس كتير في أماكن كتيرة في العالم تمتعت بخدمة الأخ سمير وهبة اللي مشهور بكلمة يا حبايب الرب، واللي دايما يقول أنا قريت كتاب كبير ونسيت أغلبه وافتكرت القصة دي منه. من ضمن القصص اللي كتبها الملاك الميكانيكي هي مكتوبة في كتاب باقة من الصلوات المستجابة رقم 2. بيقول في خدمة القرى المحرومة كان الرب بيستخدم في قيادة العربية السيارة الأخ المحبوب ممدوح وهبة اللي دلوقتي وصل للمجد. طبعا احنا بنصلي لأجل أخ سمير وهبة، الرب يديله الصحة ويبقيه لنا لأنه رجل صلاة يصلي باستمرار لعمل الله في العالم كله. بيقول لأخ سمير وهبة كان الأخ المحبوب ممدوح وهبة ضابط سابق بالجيش المصري برتبة كبيرة، وكان متضع جدا، وكنا نقضي وقت للصلاة قبل الخدمة وأثناءها وبعدها. في القرى التي نزورها كنا نصلي، وكان في قرى قريبة من مدينة مينيا القمح في دلتا مصر. كالعادة كان بينزل كل اثنين في قرية بالعربية، وبعدين آخر قرية هو يوجد فيها الأخ ممدوح مع الأخ سمير، وبعدين يرجعوا تاني ياخدوا الإخوة اثنين أخين بيخدموا في كل قرية. في أحد الأيام بيقول الأخ سمير وهبة ذهبت مع الأخ ممدوح إلى آخر قرية عند مينيا القمح بعد نزول بقية الإخوة في القرى الأخرى، ثم خدمنا، وبعد الخدمة رجعت مع الأخ ممدوح في العربية علشان نجيب باقي الإخوة من القرى المجاورة وبعدين نرجع إلى القاهرة. وعلى غير المتوقع تغير طقس الجو إلى موجة شديدة البرودة ثم شبورة رهيبة، لدرجة أني الأخ ممدوح سائق وأنا ما كناش شايفين أي حاجة قدامنا. كان الضباب كثيف جدا والسفر صار في منتهى الخطورة. ماذا نعمل؟ كان ممكن يباتوا طبعا في القرية، لكن في إخوة في القرى الأخرى ولازم، وما فيش كان تليفون محمول، فكان لازم يخاطروا ويسافروا. كان علينا أن نمر على القرى المحيطة لرجوع الإخوة. مشينا بالعربية في الظلام ونحن نصلي، وفجأة اصطدمنا بشيء رهيب فوقفت العربية ونزلنا، وإذ به عمود مثبت بجوار الترعة الكبيرة، ولولا اصطدمنا بهذا العمود كنا وقعنا في الترعة. مرة أنا فعلا سافرت وكانت شبورة زي كده وكانت في ترعة جنبي، ويشهد الرب يسوع ما كنت شايف زي القصة دي سنتيمتر قدامي. الشبورة بتبقى رهيبة، وده اللي حصل. بيقول سبب الاصطدام عطل مفاجئ في أحد أجزاء السيارة احتاجنا لتغييره. نزلنا أنا والأخ ممدوح، سيبنا العربية مكانها جنب العمود ونزلنا ماشي أنا والأخ ممدوح، وكانت الدنيا ضلمة جدا جدا ومش شايفين حاجة. فجأة لقينا بندقية متوجهة علينا، يعني لما قربنا قوي، وشخص بيقول مين هناك؟
طبعا اللي عاش في القرية المصرية يعرف الحكاية دي. الغفير بيكون أو رجل الشرطة بيكون بنوع من الحراسة، وبيقول لما قال مين هناك حكينا ليه القصة، والأخ ممدوح قال له أنه ضابط كبير في الجيش فاهتم بينا، وسألناه على تغيير هذه القطعة، الميكانيكي الوحيد اللي في القرية نايم، فقلنا له معلش خدنا ليه. فراح رحنا للميكانيكي، وكان هذا الميكانيكي شيء عجيب جدا أنه بالصدفة أو بترتيب الله هي دي القطعة الوحيدة اللي موجودة عنده في بيته، معرفش كان جايبها ليه ولا جايبها لمين، وجاه وخد القطعة وغيرها ورجعنا بسلام كلنا، ورحنا الإخوة وصلنا سالمين. وكن بيقول أخي سمير أنا متأكد أن ملاك ربنا هو اللي رتب هذه القطعة لتصليح السيارة بعد ما صلينا بشدة، وأيضا الملاك الحارس هو الذي حمانا في مش شايفين أي حاجة لغاية ما رجعنا للقاهرة. فقال الأخ سمير أن هذا هو الملاك الميكانيكي وهذا هو الملاك الحارس. هل تؤمن بالملائكة؟ هل تؤمن بالملاك الميكانيكي والملاك الحارس وأيضا الملاك عبد الفتاح وعبد المطعم وعبد الشافي وعبد المهلك؟ هستكمل معك هذه القصة بعد ما نستمتع بترنيمة رائعة مع مرنمنا الحلوة هاني بلدي، والعزف الجميل جدا مع بيتر أنيس. نصيحة ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. لم ترى عين إلها غيرك، كانت هذه الترنيمة في أجواء روحانية تتحدث عن عناية الله ورفقته لنا في الظروف الصعبة، من مرنمنا الجميل الصوت الرائع السوري، الصوت جميل وهو جميل وكل حاجة جميلة بصراحة، مع هاني بلدي والعزف
جميل الرائع مع بيتر أنيس في قصتنا النهاردة اللي يبدو عليها الطابع الفكاهي لكنها حقيقية وعميقة، الملاك الميكانيكي، تلك القصة الحقيقية اللي حكاها خادم الرب المبارك رجل الله اللي بنصلي ربنا يديله الصحة ويديله القوة، خادم الرب الأخ سمير وهبة، في كتاب الجزء الثاني من باقة من الصلوات المستجابة. وكيف أنه لما كانوا راجعين من قرية جنب مينيا القمح وحصلت شبورة ومطلوب أنهم يجيبوا الإخوة من القرى المجاورة وخبطوا في شبورة فظيعة وخبطوا في عمود أنقذهم من السقوط في الترعة ودوروا على قطع علشان يصلحوا العربية. والشيء العجيب أن الميكانيك الوحيد في قرية نائية كان عنده هذه القطعة الوحيدة وتصلحت، وقال أخي سمير أن الملاك الميكانيكي صلح لنا العربية. وثم في هذه الشبورة مش يوم وصلوا إلى القاهرة مع كل الإخوة كان هذا الملاك الحارس. عايز أشاركك في هذه القصة الجميلة بثلاث أفكار. الفكرة الأولى عن الملائكة والخدمة الأشمل، ثم أتكلم عن القرى والخدمة الأعظم، وأخيرا قديسون ومكافأة أفضل. الملائكة والخدمة الأشمل، هقرأ لك بس لألا حد، نحن نؤمن بالملائكة. كان في طائفة من اليهود اسمهم الصديقيين ما كانوش يؤمنوا بوجود ملائكة ولا يؤمنوا بالقيامة من الأموات، لكن الكتاب المقدس بعهده يعلن صراحة وجود الملائكة. في رسالة العبرانيين وأصح واحد يقول هذا الكلام: أليس جميعهم على الملائكة أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ الملائكة ملائكة ربنا بيبعتهم ربنا علشان خاطر يخدمونا وعلشان خاطر يساعدونا. والرب يسوع قال على الأطفال إن ملائكتهم أمام أبي الذي في السماوات. ولما ذكرت عن الملاك الميكانيكي والملاك عبد الفتاح وعبد المغلق وعبد المطعم وعبد المهلك وعبد الشافي، أنا ما كنتش بضحك، أنا بقول حاجات حقيقية. طبعا كان دايما خادم الرب المبارك اللي وصل السماء الدكتور مجدي صمويل دايما يذكر هذا الأمر وبيقول أني زي ما في ملاك ميكانيكي أرسله الرب الأخ سمير وهبة، في ملاك اسمه مثلا عبد الفتاح. ملاك عبد الفتاح أنا دايما بيرافقني، وهو الملاك عبد الفتاح موجود في سفر الأعمال وصح 12. إلهي أيوة أرسل الملاك وفتح السجن لما كانت الكنيسة تصلي بلجاجة من أجل بطرس، ربنا بعت ملاك وبطرس ما كانش مصدق أنه اللي حصل لغاية ما صحي ومر بيه الملاك وعبره وفتح الأبواب وعبره للمعبر أول وتاني وده أول شارع وسابه. هو ده الملاك اسمه عبد الفتاح. لما تكون في سجون وفي أبواب مغلقة ربنا يفتح، يفتح الباب بملاك اسمه عبد الفتاح أو بنسميه عبد الفتاح يفتح. لكن في ملاك تاني اسمه عبد المطعم مثلا، ملاك عبد المطعم ده لما إيليا كان نايم وتعبان وجعان صحى الملاك ولمسه كده. في ساعة بطرس الملاك ضربه في جنبه لأن بطرس كان نايم نوم عميق، ساعة إيليا الملاك لمسه كده قال له قوم كل، وجاب له كعكة ومية وأكله، قال له روح بقوة هذه الأكلة امشي مش 40 يوم. أكلة من الملاك عبد المطعم، أكلة كده أكلة جامدة، لا تقول لي مطعم كذا ولا مطعم كذا، ربنا بيبعت ملاك ويعتني بينا. أيوة في ملاك تاني اسمه عبد المغلق. إيه عبد المغلق ده؟ لما نزل وأغلق أفواه الأسود في سفر دانيال وصح 6، لما الملك قال يا دانيال يا عبد الله الحي هل إلهك الذي تعبده قدر أن ينجيك؟ فقال له أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه أيوة وسد أفواه الأسود. في ملاك ميكانيكي قلنا بيصلح لنا الحاجات ربنا يبعته زي ما قال أخي سمير وهبة، في ملاك عبد الفتاح بيفتح الأبواب المغلقة، في عبد المطعم اللي راح لإيليا، في عبد المغلق اللي يقفل أفواه الأسود، ثم
في ملاك عبد الشافي في رسالة إنجيل يوحنا وصح 5، كان ملاك في بيت حزدة ينزل أحيانا ليحرك المية، واللي ينزل أولا يشفى. فربنا بيبعت ملاك، هو الله هو الشافي يهوى رافي، وبيبعت ملاك وعلشان يحرك المية واللي ينزل ربنا يخف. فخلي بالك كلمة عبد، أنا بقولش الملاك بيفتح ولا الملاك بيطعم، هو عبد المعطي، عبد الشافي، عبد الفتاح، ثم عبد المهلك. في ملاك إن كان ده معرفش رقم كام، قلت الملاك اللي نزل وأهلك من جيش سنحاريب ملك أشور 185,000 لما حزقية حط الرسائل، الله بيرسل ملائكته وهم كلهم أرواح خادمة. إحنا متأكدين من رفقة الله لنا، والله بيستخدم الملائكة قوة عظيمة. في ملاك اسمه عبد المحارب، إيه عبد المحارب؟ لما الرب لما صلى إليشع في سفر الملوك الثاني وصح 6 وقال له افتح عيني الغلام، فرأى البلد محاطة كلها بمركبات وجيش ثقيل طبعا من الملائكة، وهكذا الملائكة والخدمة الأشمل، لكن القرى والخدمة الأعظم. الرب يسوع المسيح كان يهتم جدا بخدمة القرية، ما عرفش يعني إيه مناسبة الكلام ده، يمكن الرب يستخدم هذا الكلام. سمعت بعض الخدام يقولون نحن لم ندعى لخدمة القرية، نحن ندعى لخدمة الدول وكذا. لا يوجد حسب معرفتي لكلمة الله، لا يوجد خادم ليس مدعو أن يذهب إلى القرى المجاورة، لأن كل خادم هو تابع للرب يسوع. أخ سمير الرب يباركه، الأخ سمير وهبة واللي معاه الأخ ممدوح والإخوة كانوا بيروحوا القرى. عايز تربح نفوس كتيرة، عايز تتعلم خدمة الرب فعلا، عايزة تكوني حسب مشيئة الله في التكريس، اذهبي إلى القرى المجاورة. مكتوب الرب يسوع لما استخدم يعني بعظمة وفي كفر نحوم كل الناس خلصت، لما وجدوه قالوا له إن الجمع يطلبك، مرقس 1:37. قال لهم لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا لأني لهذا خرجت. فكان يكرز في مجامعهم. الرب يسوع هو اللي شاف الأعمى في القرية في مرقس 8:23، ثم أرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية. الاثنين اللي أرسلوا للرب يسوع جحش ابن أتان كانوا من القرية. الرب كان بيقدر خدمة القرية، وأنا بقدر خدمة القرية. كلمنا كلمة عن الملائكة والخدمة الأشمل، ثم القرى والخدمة الأعظم، ولكني أختم كلامي بقديسون ومكافأة أفضل. واحد زي الأخ سمير وهبة، هو أتشرف كاتب هذه القصة، أنه جاري أروح له في بيته لما أكون مزنوق، لما أكون مزنوق صدقني، لما أكون تعبان ومش عارف أعمل إيه، أروح أخبط على أخ سمير وهبة وأقول له يا أخ سمير وهبة أنا محتاج تصلي لأجلي. ويشهد الرب وأشهد في هذه الحلقة، ولا مرة رجل عظيم زي الأخ سمير وهبة، رجل الصلاة المبارك، صلى لأجلي إلا وربنا حل المشكلة. الناس اللي زرعوا نفسهم في خدمة القرية، الناس اللي كرسوا نفسهم علشان يرفعوا أيديهم، الناس دولة بركة هنا على الأرض، ليحسب مثل هذا مكرما زي أبو فرديتس، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه، يعني يركب عربية في الشبورة والعربية تخبط في عمود وكان تنزل الترعة، مخاطرا بنفسه إنه يحسب لكرامة هنا على الأرض وهناك في السماء، عالمين أن تعبكم ليس باطلا. لكن أختم كلامي وأقول، هل أنت بتشاهدني في أي مكان في العالم ولسه تايه؟ عايز أقول لك شبورة الحياة خطيرة جدا، ومش بترمي في ترعة لكنها بترمي في بحيرة متقدة بالنار والكبريت. أدعوك في هذه اللحظة، أقول له يا رب يسوع أنا مش شايف حاجة خالص، الحياة بالنسبة لي ضلمة شبورة، تعال استلم حياتي، تعال غيرني علشان أسير معاك. ارسل يا رب وافتح قلبي واديني حياة جديدة. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.